اليوم يعني المنتجين، عم نحكي عن الدراما وعم نحكي عن المسلسلات وعن الأدوار اللي مرقت فيها، وكأنه انظلمت بالسينما. يعني أنت بديتي بداية بيحلموا فيها كتار، إلى جانب دكتور يحيى الفخراني، يعني أنه منا كلمة بسيطة، أنه قدي أكيد استفدت من هيدا الموضوع، قدي كانت بداية مضوية عليك بطريقة لا، أنا غريبة دكتور يحيى ببدايتك. الفخراني كان يعتبر المدرسة اللي أنا اتعلمت فيها، لأن أنا خريجة تجارة إنجلش، فما درستش أي حاجة ليها علاقة بالفن. فلما ابتديت وأنا في بداياتي خالص اشتغلت معاه في الملك لير في المسرح القومي، مسرح ده كان كأني دخلت معهد أو مدرسة أو ما في حاجة. شك، ما في قعدت شك، أكتر تمام. من سنتين بشتغل مع دكتور يحيى بشكل يومي على المسرح، اتعلمت منه إزاي بيخش فعلا في إحساس الكاركتر كل يوم، ليه ما كملتي مسرح؟ صح؟ لان المسرح محتاج كوميتمنت رهيبه صعبه بالنسبه لي كأم وكده. لما كنت بشتغل مسرح كنت يعني بنزل اول ما ولادي تقريبا يجوا من المدرسه، برجع وهم نايمين بنزل، فما كانش فيها، فكان بالنسبه لي صعب، وكان ابني الكبير كان لسه صغير، فمحتاجه مجهود، لان انا كمان يعني برضو مرتبطه باولادي وبدي وقت على قد ما اقدر. فالتصوير بيبقى شهر شهرين ثلاثه، انما المسرح ممكن بقى تقعدي فيه فترات طويله يعني. ف والسينما يعني عندك السينما حضور كبير بالمسلسلات، لكن السينما شوي مثل كأنه يعني ما هو بعرف ما جاليش الفرص الحلوه يعني، اصلا في الاخر برضو الشغل بيبقى ارزاق يعني، ده رزق. فانا ممكن يكون ما كانش عندي الرزق اللي كان عندي في التلفزيون، انواع طبيعه الادوار اللي بتجيلي اهميتها. في وقت من الاوقات كنت عايزه ابقى موجوده في السينما، فكنت بعمل اعمال شبه اللي قلت لك عليه من شويه، لقيت بعد كده ان التواجد وخلاص بيضايقني وبيأذيني، مش بيفيدني في حاجه. فخدت قرار ان انا مش هتواجد الا في حاجات احس ان انا بحترم شغلي او موهبتي او نفسي او حاجات كتير قوي. فبالتالي بقيت بيكي قوي في الموضوع، مش بقول ان انا بيجي لي ادوار عظيمه وانا بقول لا، بس ما بيجيليش الادوار ما الادوار بتتلاقى مع ما بقتش طموحك بقى مش يعني. ساتسفاينج بالنسبه لي، فبقيت اقول لا يعني انا احسن لي ان انا اعمل تلفزيون حاجات بحترمها والناس تحبها، عن اني ابقى عايزه اتواجد فبعمل حاجات انا مش مقتنع بيها اصلا، فبالتالي مش هعرف اطلع لقدام. انا في السينما ما عنديش مشكله ان انا اروح اعمل مشهدين وثلاثه، بس في دور احس ان انا هعمل فيه حاجه يعني. انا في فيلم ما عندك الخليه، مشكله بالدور فيلم الثانوي الخليه يعني، ما طلع ضروري يكون دور بطولي اطلاقا. في فيلم كثير الخليه هيك بفكروا ها، لا، هو كل واحد على حسب حساباته يعني وعلى في ناس حسب تلعب مره دور بطولي ما بقى تقبل دور ثانوي اكيد، بس كل واحد حياة اختيارات يعني، ما انا ما اقدرش اجادج كمان رايهم، ممكن يبقى هم عندهم حق في حاجه، بس كل واحد على حسب اختياراته وقدرته ان هو يشوف الحاجه ازاي يعني. انا بالنسبه لي فيلم الخليه رحت عملت ثلاث مشاهد، اخدت ثلاث جوائز على صحيح الفيلم، صحيح، وهيدا اكتر يعني من ان انا طمني مثلا رحت كان عملت البطوله اللي قلت لك عليها قبل كده، وحسيت ان انا ضايقت اكتر ما استفدت اي حاجه يعني. فبالنسبه لي ان ده اللي انا وصلت له بعد سنين طويله، ان المهم اعمل دور، الدور ايا كان في ايه فين بتاع، الدور اهميه، الدور هقدر اقدم فيه ايه، هقدر اعمل فيه جديد، هقدر اعمل فيه حاجه مختلفه، ده كل اللي يعني لي دلوقتي.